سموه ايه؟ ينضم إلينا في الاستوديو دكتور علي بكير، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر. أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية. وبناء على كل هذه التطورات التي عاشتها الليلة، كييف لازالت بعيدة على أيدي القوات الروسية، لكن مع التصريحات، مع المواقف الغربية، جلسة مجلس الأمن، في أي طور وأي مرحلة دخلت الأزمة الأوكرانية والحرب في أوكرانيا؟ طبعا اعتقد ان الجانب الروسي لم يستخدم بعد كل قوته في سواء فيما يتعلق بالدخول الى كييف او حتى بالمناطق الاخرى. من الواضح ان هناك سياسه مدروسه لاختيار بعض المناطق المعينه واستهدافها. عدا عن ذلك، ايضا الدفاع الاوكراني كان فوق المتوقع حقيقه بالنسبه الى الجانب الروسي على ما يبدو، والمقاومه خاصه في العاصمه حيث الرئيس لا يزال متواجد قويه، وبالتالي هناك جولات اخرى اعتقد من الضغط الروسي ستتوالى لاحقا، لان ايضا الجانب الروسي يحاول ان يتفادى سقوط خسائر كبيره في صفوفه، لذلك هو يضغط من جهه ويفرض ايضا معادله التفاوض للاستسلام للجانب الاوكراني. حتى الان طبعا اوكرانيا ترفض هذه الصيغه، والدفاعات الأوكرانية لا تزال قوية على ما يبدو في العاصمة على وجه التحديد. لذلك أنا أعتقد لا يزال هناك فترة، ربما نشهد في 48 ساعة المقبلة تكثيف للقصف الروسي وعمليات خاصة ربما، لأن هم لا يسعوا باعتقادي إلى سيطرة كاملة على الأراضي الأوكرانية، وإنما إلى إسقاط الحكومة. وبالتالي من الممكن لعمليات خاصة تستهدف الرئيس أو طاقم الرئاسة أو حتى الحكومة أن تشل البلاد، وبالتالي توقف عملية المقاومة الرسمية للقوات المسلحة الأوكرانية. هذا ربما يكون خيار قائم خلال الأيام القليلة المقبلة. ونحن نعلم أن الجانب الروسي أصلا أعطى نفسه حتى ربما الثالث من آذار المقبل للعملية العسكرية، لذلك لا يزال هناك وقت بالنسبة إلى حساباته الخاصة.